حنا البوليسي قلنا لكم ادفنوه في الارض، فما بالكم الفوايو؟ ما تناظرك نتجه للعنف الحقيقي. انا نطلب من الشعب الجزائري الفوايوات اللي جابوهم البوليسيه، تعرفوهم وين يسكنوا، تعرفوهم في كل مدينه، ابن مساكريهم في ديارهم باش ما يوليوش يتهددوا على الشعب الجزائري. وهنا انا ادعو الى العنف. هاد الفوايوات البنديه نتاع الحباس، وجوه الحباس البابي كارطوني هادو، تعرفوهم وين يسكنوا؟ ابن الاحرار نتاع الجزائر يروحوا لهم للديار ويمساكروهم فقط. لجاب ان فضوا قضيه هادو الناس البلطاجيه اللي جابوهم ولا بوليس تفرجوا حاميتهم ويضربوا الشعب الجزائري. حنا البوليسيه قلنا لكم ادفنوهم، فما بالك بالبانديه هادو. وهنا نهضر على قسنطينه، عندنا باتلمسان، وهران، تيارت، عندنا با فيكتيم، البرج فيكتيم، قسنطينه ما قدروش، بصح راه معولين، باتنا فيكتيم. حوسوا عليهم هاد الناس ولقاوهم في ايام الاسبوع في لي كارتي تاعهم، ادفنوهم في لي كارتي تاعهم. ماشي مجموعه فوايوات وبانديه يتحكموا في شعب كامل. هذه خدمه تاع ايطا فوايو. مسيو تفون، وزات ان فوايو على لا تيت دان ايطا فوايو. بانديه على راس دوله بانديه. ما تشرفش لا الجزائر لا تاريخ الجزائر. D'ailleurs, Monsieur Rahman, il y a une photo qui tourne sur les réseaux sociaux. Hadat Foun, Sour, Ma Baltaji, Linio, Ma Drab, Wahed, Fi Wahran. Donc, c'est le réseau de Tahoum. C'est un voyou. Hatta Marraj, l'Amal, Ntiaou, Li Hadra, Li Hadat, Soumam, Hadat. Bandi, c'est un voyou. Il a importé autant de vaches laitières que l'Argentine. Ou bien, c'est beaucoup de l'abattoir. C'est un voyou. C'est des voyous. C'est un état voyou. لو بوبل الجزائريين، الشعب الجزائري ما يعرفش تبون، تبون هي تبون الكوكايين، تفون الكوكايين. اون فو ريكوني با، وماكش مؤهل وماكش راجل الوضع الحالي. ودوك نوليو الوضع الحالي باسكو اليوم راح نتحدثوا مع اهم عنصر في الجزائر اللي هو الجيش الوطني الشعبي، وما نهضروش مع تفون كيما نتايا رئيس البطاطا وشكاير بلاستيك. اصلا مش رئيس، هو جابوا ناطق رسمي نوعا ما مدني اداري سكريبويار. سي ان بيروقراط دو ميرد جابوه نوماوه. شكون اللي جابوه؟ مثلا ما يقولوا لي الله يرحمه، لا الله يرحمه، الخاين الصالح والناس اللي معاه مات على روحه، سا دومير ان تراتر. ودوك نوليو عليه هذا اللي داه رب العالمين، اوفا اللي قتلوه اللي كيداوه خاين. وما اللي كيداوهش على الخيانه، اللي كيداوه لانه حمار ولا ثقيل عليهم. difficile à gérer. Ils ne peuvent pas gérer un abruti. Ou là, un fardeau, comme la mission, c'est lui qui doit. D'ailleurs, tu sais, tu as dit que 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 Monsieur Rahmani, comment sa famille n'a pas demandé à... مي مدام سامحيني خاين واش حيولد؟ حيولد الرجاله يعني عيب. باعوا كرامه، باعوا بيان سير، باعوا باباهم على المصالح نتاعهم. واش حيولد؟ واحد خاين واش حيولد؟ يولد خاوانا كيفو. هو باع بلاد كامله، ولادو ما يبيعوش يبيعوه. واش معناتها؟ انا نفهم مفهوم واحد، انه رساله الشهداء ما راحتش من الحياه البرزخيه اللي راهم فيها. باسكو الله عز وجل يقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هاد الناس قلبهم وجحهم على الخيانه اللي في الجزائر، على الثوره اللي ما كملتش. الرساله تاعهم لحقت الشباب اللي في عمره 20 21 و22 سنه. دم الشهداء ينادي بتحرير الجزائر. من شكون؟ من الخونة كيما القايد الكلب اللي مات، كيما تفون اللي راه حاكم البلاد. هذا راه مرفوض شعبيا ومجتمعاتيا، مرفوض رفض تام. الجزائر في أزمة متعددة الأبعاد،
l'Algérie une crise multidimensionnelle. Quand le Malgache déclarait le batata au chair plastique. Enfin, أتبون الكلب أتفون الكلب هذه مش ثورة جعانين هذه ثورة تحريرية جاتك طريقة سلمية ليك انت ولسيادك بيان سور سيادك سي لو بي بلون دايور تي اون في بارتي ا مواتي فيو لي زوريجين جويف نتاعك تي اون في بارتي هذه ثورة تحريرية الشعب باغي يتحرر باغي يولي سيد في بلادو يكون صاحب القرار في المصير نتاعو حتى والقرار تاعو يكون غلط لكن يكون هو صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته الشعب توعى الشعب فاق ما نشوفوش البعض كيما خلاها خاين الاركان اللي داها رب العالمين بيان سور فليكسا وصحابه بعد بعض الشرادم كيما سماهم في فيسبوك القهوي اللي اصلا اجهل من الحيوان بيان سور كي تعيطوا لهم تجيبوهم بالكيران ويجي ويجريو اكسترا سي نورمال باسك جهله وجيعانين لكن الشعب برمته والطبقه المثقفه ايديت انتليكتوال في الداخل وفي الخارج رافضتكم راه في التام تبو انت والناس اللي معك خونه بكل المواصفات